أعتقد أننا سنتعلم كل شيء عنها عبر خطابها، وأنا متأكد أنه سيأتي من القلب لأنها إنسانة صادقة تقول بصراحة من هي وتفعل ما تعد به، وعملت كمدعي عام، كافحت من أجل شعب كاليفورنيا وشعب أمريكا، وكنائبة للرئيس عملت بشكل وثيق مع الرئيس بايدن لخلق عدد قياسي من الوظائف للشعب الأمريكي ولتعزيز وتقوية تحالفاتنا عبر المحيط ومواجهة الدكتاتوريين في الخارج والسلطويين في الخارج وأمريكا، ولطالما ستكافح من أجل الشعب الأمريكي. هذه هي المرأة التي تعرفت عليها وأفخر أن أعمل معها. نقطة أخرى، يسر الجميع أن يكونوا معها، تضحك من قلبها ولديها أيضا روح بشوشة. السيد ثاس هاريس، هنالك الكثير من الأسئلة يطرحها الناس اليوم، والذي يجعل هذه اللحظة مساء اليوم لحظة متميزة، ولا سيما هي قد واجهت كثير من التحديات في مسيرتها المهنية. ما الذي تتوقع أن تسمع منها؟ هي لا تتحدث فقط إلى قاعدتها الشعبية وإلى الديمقراطيين في خارج وداخل هذه القاعة، هي تخاطب كل الأمة، المستقلين والجمهوريين ومن لم يقرروا بعد، وغير العالم بأسره أنظره أعتقد أنها ستكون على مستوى هذه المرحلة وبسهولة. رأيناها تجتمع مع قادة العالم في الاجتماعات الدولية، ورأيناها مع الناس في المنازل والمطابخ. تعرف الشعب الأمريكي وتريد من الأمريكيين أن يفهموا كيف ستكافح لتحسين حياتهم وحمايتهم والدفاع عنهم، وهناك سلسلة من القضايا ستتكلم عنها كالنضال من أجل حقوق المرأة الإنجابية، من أجل حق العمال في الانضمام إلى النقابات، من حرية أن نتعبد من نريد، أن نعبد من نريد وأن نحب من نريد، وعدم السماح للحكومات السلطوية أن تقول لنا كيف يمكننا أن نعيش. هذا هو التغير في أمريكا. الديمقراطيون الآن يركزون على الحرية. لسنوات طويلة الجمهوريون كانوا هم من يتكلموا عن الدفاع عن الحرية وإبعاد الحكومة وإبعاد التنظيمات، ولكنهم تغيروا، والحزب الديمقراطي هو الحزب الذي يتكلم عن الحرية، وهي أيضا تحدد الحرية بشكل مختلف. أريد أن أغوص قليلا في المسألة الشخصية. لقد عملت مع الرئيس السابق أوباما ورئيس بايدن والسيدة هاريس. عندما تنظر إلى القادة الثلاث، ما هي الفروقات بين هؤلاء القادة الثلاث على المستوى الشخصي؟ نعرفهم على المستوى المهني. أنا تثنى لي أن أعمل مع رؤساء ثلاثة وكذلك طبعا نواب الرئيس، وكل شخص لديه خصوصياته، خاصة الذكاء والتعاطف مع الشعب الأمريكي. جميعهم يتصرفون بطرق مشتركة. بيل كلينتون يتواصل مع الأمريكيين، يتكلم عن الأمل. باراك أوباما أيضا شخص ممتاز ومتحدث خارق، ويتواصل أيضا مع الأمريكيين حول حياتهم وضرورة تحسينها. جو بايدن الطفل من سكرانتون، من طبقة عاملة، الذي لم ينسى من ترعرع معهم وأراد من هؤلاء أن يفهموا أنه موجود لمصلحتهم. هذا ما سنستمع إليه من كامالا هاريس اليوم، قصتها كيف ترعرعت في أسرة من الطبقة الوسطى، أهلها، ثم انفصال والدها والدتها، ثم هي عاشت مع أمها، ثم مسارها المهني
محامية ومدعية وعضو مجلس الشيوخ ونائبة الرئيس، ستتكلم عن معنى انتخابها للشعب الأمريكي وستقول كيف تختلف عن دونالد ترامب، والاختلاف واضح للغاية. هو ولد في الثروة ولطالما ركز على شخصه، أما هي فلطالما كما يقولون اليوم كانت للشعب، وهذا ما سنستمع إليه. دعني أقول لك بأن ليلة الأمس كانت مفعمة بالتحديات لتيم وولتز، وكان أداؤه أفضل أداء لأي مرشح ديمقراطي. اليوم الناس يتوقعون المزيد من هاريس. نعم، التحديات كبيرة جدا. هي ستتبع باراك أوباما وميشيل أوباما وأوبرا وينفري وبيل كلينتون وكثر أيضا أشخاص لديهم كاريزما يتكلمون بطريقة ممتازة. واسمور من ولاية وزير النقل من أهم المتحدثين في تاريخنا. ثم الحاكم وولز، وهو غير معتاد لهذه الخطاب الفخمة، ولكن كان ممتازا وكانت الحماسة له واضحة لأننا نلتقي به للمرة الأولى ونستمع إلى طيبة هذا الشخص وحبه لبلاده، وذلك يحدد بطريقة مختلفة تماما مما نسمعه من الناس في الشق الثاني. أعتقد أن المهمة صعبة بالنسبة إليها بالمقارنة، ولكنني عملت معها وراقبتها وأعرف أنها ستكون على مستوى هذه اللحظة، لأنها أيضا متحدثة ممتازة ولديها قدرات أن تستعمل الحجج، وهو أمر ممتاز. أنا كنت معها في قاعة واستمعت إلى الحجج، وأعتقد أنها ستكون ناجحة إلى حد كبير. ما أتمناه أن يحصل هو أن يرى الناس قلبها أيضا وليس فقط روحها. جميع الديمقراطيون يغادرون شيكاغو في الغد وتعودون إلى دياركم. ما هو شعورك تجاه هذا المؤتمر؟ ما هي الرسالة التي تريد أن تطلقها؟ وهل تمكنتم من مخاطبة المزيد من الناس؟ وهل تحديتم سردية للآخرين و لمن هم خارج القاعدة الشعبية؟ هذا صحيح، وهذا هو دور المؤتمر، أن يسمع قصة الحزب الديمقراطي ومشروعه أمام الشعب الأمريكي. أعتقد أن هذا المؤتمر من أنجح المؤتمرات التي شاهدتها. الشعب الأمريكي رأى وحدة كاملة ضمن الحزب الديمقراطي. كل رئيس ديمقراطي سابق كان هنا لدعم كامالا هاريس بمن فيهم رئيسها الحالي. لم يكن هناك أي رئيس جمهوري سابق يحضر المؤتمر الجمهوري. رأينا أشخاص من كبرني ساندرز أو AOC وهم إلى يسار الحزب الديمقراطي، من كل أجزاء الحزب جاءوا ليدعموا كامالا هاريس، وكان هناك الكثير من الفرح، لأنه عادة في المؤتمرات لا نتسلى، ولكن كامالا هاريس تريد أن تكون رئيسة الفرح. هذا ما قاله تيم وولز، جاءت بالفرح مجددا إلى هذه الحملة، وأعتقد أن الناس فرحون الآن، ليس فقط لأن كامالا هاريس هي مرشحة الحزب الديمقراطي، وتكلم أيضا بهذا الموضوع باراك أوباما، ولكن جميعنا نرحب بهذا الطريق الجديد إلى الأمام. هذا أمر أرغب بحديث عنه، هذا الفرح، استراتيجية الفرح، هل هي مفيدة لكم لتحاججوا أنتم الديمقراطيين؟ الناس يريدون أن يسمعوا عن مسألة التضخم وأسعار الوقود، وأنتم تتحدثون عن الفرح. أتفق معك، هنالك شعور مختلف هنا في هذه القاعة، ولكن في الغد هنالك أيضا الواقع. الناس يحتاجون إلى السكن ولأسعار ميسرة للطعام على الطاولة.
أعتذر لم أسمع كل شيء لأن الفيديو صوته عال جدا، ولكن هناك تحد كبير في نقل الرسالة إلى الجميع. في الولايات المتحدة الأمريكية والمؤتمر فعل ذلك بطريقة فيها الكثير من الابتكار. في أمريكا اليوم غالبية الناس لا يعتمدون على التلفزيون للحصول على الأخبار والمعلومات، يركزون على إنستغرام وتيك توك وفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كسناب شات. لا أريد أن أنسى أي من هذه الوسائل، سيلوموني، ولكن هذا المؤتمر بني لخلق هذه اللحظات الأساسية التي سنستمع إليها في برامج التلفزيون المسائية أو على وسائل التواصل على إكس أو على إنستغرام، ليتم متابعة كل ما حصل والاستماع إلى أصوات مختلفة. قوة الحزب الديمقراطي هي في هذا التنوع الكبير، أشخاص من كل المجتمعات كانوا هنا على المنصة. أنا أهتم خاصة بمجموعة العمال، وأعتقد أننا استمعنا إلى عشرات عمال النقابات الذين تكلموا على المنصة. لدينا قادة من أصول آسيوية وإفريقية ولاتينية ومجموعات صغيرة ورؤساء قدامى وربما رؤساء للمستقبل. كل ذلك قد تم نشره بطريقة حكيمة جدا لإقناع من لم يقتنع ولتحميس قاعدة الحزب لتصوت. أعتقد أن الانتخابات ستكون ضيقة جدا جدا، الأرقام قريبة جدا، وبالتالي من المهم أن نفوز بكل صوت، وهذا هو هدف المؤتمر. السيد الوزير، لدي سؤال بعيد عن المؤتمر. استمعنا في الأمس إلى أن الرئيس السابق ترامب كان يتذمر عن الأرقام التي نشرتها إدارة بايدن، وقال أن إدارة بايدن تكذب وتعطي الأمريكيين أكاذيب عن البيانات عن سوق العمل. أنا سأدافع عن زملائي في مكتب الإحصائيات المتعلقة بالعمل. هم لم يكذبوا وهم يقوموا بتحيين هذه الأرقام كل سنة، وهذه الأرقام هذه السنة مرتفعة جدا. لدينا اقتصاد مع 160 وظيفة عمل، وكان هناك تصحيح بنسبة 0.5%. هذا هو هامش الخطأ. لو قال ترامب الحقيقة 99% من الوقت لكنا في عالم مختلف، ولكانت الانتخابات مختلفة أيضا. مكتب الإحصائيات يقوم بدراسة وتقييم الأرقام، لأنه لا يمكن أن نصل إلى الرقم الأخير إلا في نهاية السنة، ولكن هذا هو مؤشر. مقلق، ربما هناك فرص عمل أقل مما توقعنا، ولكن ليس لدينا ركود، لدينا سوق عمل جيد، ربما ليس استثنائيا ولكنه جيد للغاية. ونعرف أيضا أن مجلس بنك الاتحاد الفيدرالي سيقرر ربما خفض أسعار الفائدة لأنهم وصلوا إلى الهدف. الموضوع فيما يتعلق بالتضخم، ويريدون أن يقولوا أن فرص العمل أيضا مهمة ونريد المزيد من النمو. السيد، والسؤالي الأخير لك، وقد طرحت السؤال في المرة السابقة، إن حصلت على طلب من نائب الرئيس هاريس تطلب منك النصيحة، ما الذي تقوله لها؟ طبعا أنا مستشار للصحافة، سؤالك صعب، ولكن أريد من وسائل الإعلام أن تتبع المعايير نفسها في الحكم على المرشحين. هل أن أجندتهم السياسية واضحة؟ هل هم ملتزمون
لعملهم، هل يفكرون بالطبقة العاملة بمن ترك جانبا، أو أنهم يركزون على مصالح الأثرياء والأقوياء كما تفعل حكومات كثيرة عبر العالم؟ لو اعتمدت وسائل الإعلام هذه المقاربة النزيهة، لو طرحت أسئلة على المرشحين، ما الذي تريدون أن تفعلونه بدل أن نركز على ما قاله وما قالته وعلى غضبه أو غضبه؟ علينا أن نركز على الموضوع الأساس في الانتخابات، ما يعنيه انتخاب أي من الشخصين للشعب الأمريكي؟ لو فعلوا ذلك سنرى الرئيس الأمريكي هنا اليوم. سيد هاريس، وزير سابق للعمل في إدارة بايدن، شكرا جزيلا.